لأنواع المشاكل تقدر تكون كثيرة ومتعددة، وتقدر تكون متعلقة بكل الميادين الحياتية. كيف ما قلنا كاين مشاكل كتكون متعلقة بالمال، مثلا إنسان عنده ديون أو كيلقى راسو خسر الوظيفة ديالو وهو مسؤول على العائلة. تقدر تكون متعلقة بالعلاقات العائلية، يعني في إطار الزواج، ولا حتى في إطار يعني بين الآباء والأبناء. تقدر تكون متعلقة بالعمل، مثلا يا إما علاقة الإنسان مع المدير ديالو ولا مع الزملاء ديالو، ويا إما طبيعة العمل هي بحد ذاتها. تقدر تكون متعلقة بالعلاقات يعني ديال الصداقة، بالصحة، ويمكن يكونوا حوادث من حوادث الدنيا اللي الإنسان ما كيتوقعهمش. يعني فاش كيسمع بأن حد آخر وقعته ما كيكون التفكير ديالو بعيد على أنه ممكن توقع له حتى هو. ف المشاكل اللي كتولد عندنا واحد النوع من القلق، واحد النوع من يعني الخوف اللي كتخلينا نعيش حالة أرق، اللي مثلا كتأثرنا على العلاقات ديالنا في وسط العائلة، خصوصا في مؤسسة الزواج. المشاكل اللي تقدر تأثرنا على المستقبل العملي ديالنا، هذه كلها مشاكل أو تحديات اللي خاص الإنسان يوقف ويواجهها ويشمر على ساعديه وما يخافش منها ويحاول يتغلب عليها. أما ملي كيكونوا مثلا بعض الأحيان كيكونوا شي أشياء بسيطة، مثلا سلوك، تعامل إلى غير ذلك، فما كيستاهلش أن الإنسان يوقف ليه. يمكن بعض الأحيان كلمة اعتذار كتكون كافية في أنها تحل المشكل لما تكون المشاكل في إطار العلاقات. أما المشاكل اللي هي فعلا تحديات كبيرة، مثلا عندك واحد الهدف في الحياة ديالك وما قدرتش تغلب، ما قدرتش توصلو لأن عندك عائق، عندك مشكل، عندك صعوبة، فهنا خصك تتعامل مع هذا المشكل باش تقدر توصل للأوبجيكتيف ديالك. كذلك كاين مشاكل اللي كتكون مركبة، يعني مثلا هو مشكل جاب معه مشكل ثاني وثالث، يعني كيكونوا مشاكل اللي هما مضاعفات أو العواقب ديال واحد المشكل اللي في الأساس ما تحلش. هي اللي تكلمتوا عليها بتراكم المشاكل، فهادو مشاكل اللي خصنا نحلهم باش ما نخليوش أنهم يتفقموا ويتراكموا ويأثروا لنا على حياتنا وعلى المستقبل ديالنا.